بقول لك ايه، قسما عظما انا ما هتحط في المواقف الزباله دي تاني بسببك، مفهوم ولا مش مفهوم؟ ومشكلتك هتحليها والجزمه فوق رقبتك. لا ما انا فهمتك قبل كده، انا خلاص يعني بدات اعالج نفسي. اه الكلام ده يا حبيبتي تقولي عند ام لطفي. ام لطفي مين؟ ام لطفي اللي بتنور وتطفي، عارفاها؟ هي اللي هياكل معاها الكلام ده، لكن انا لا. هتيجي معايا عند دكتور او دكتوره مش فارقه، وهتتعالجي غصب عنك. انا لسه ما خلصتش كلامي. مش رايحه لدكاتره. هسلمك لابوكي. انا مش رايحه لدكاتره، ابعدي عني وخليكي في حالك احسن لك. خفت، خفت وترعشت؟ ده انا اتربيت. لازم تخافي وتترعش، مش بتقولي انك عارفه عني كل حاجه؟ لا يا حبيبتي انا مش بقول، انا اعرف عنك كل، انا اعرف عنك اللي انت ذات نفسك ما تعرفوش عن نفسك. ايه رايك تبقي عارفه اني قتلت واحده قبل كده وخرجت منها زي الشعره من العجينه؟ قتلت واحده؟ تخرب بيت خلفتك يا فؤاد.